السلام عليكم ورحمة الله. صادي بيتكوفيتش يريد 3 أسماء جديدة لتدعيم الخضر بعد أن كسب ثقة الجماهير الجزائرية من أول تربص له كمدرب للخضر بفضل تطبيق خطة هجومية، عكس ما كان يحدث مع المدرب جمال بالماضي. سيخوض المدرب بيتكوفيتش جولته الأوروبية لجلب لاعبين جدد للمنتخب الوطني الجزائري من أجل المشاركة في تربص شهر جوان المقبل، الذي سيخوض فيه بيتكوفيتش أول اختبار بلعب مواجهتين في تصفيات النهائيات منافسات كأس العالم المقبلة أمام غينيا وأوغندا. هؤلاء بالمواصفات المحوري يريدهم بيتكوفيتش، وبما أن الدفاع هو أكثر الخطوط ضعفاً في تركيبة الخضر، فإن صادي تحصل على أبرز المدافعين في أوربا القادرين على اللعب للخضر، وسلم القائمة للمدرب بيتكوفيتش، وتضم القائمة مدافع مارسيليا جيجو الذي قد يلتقيه مدرب الخضر بفرنسا من أجل إقناعه باللعب لمنتخب الجزائر بعدما رفض الفكرة في السنوات السابقة. ويوجد أيضاً سمير شرقي لاعب نادي باريس أفسي الناشط في دوري الدرجة الثانية الفرنسية، وديلام مداح مدافع نادي كان، قد يكون مفاجأة الناخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش في تربص جوان المقبل. مشاهدين الكرام، شكراً على المشاهدة وإلى اللقاء. تحيا الجزائر.